الآن جاء دور الحكاية الرابعة، حكاية سيدنا هود عليه السلام. تدرون أين جرت حوادث هذه الحكاية؟ جرت في شبه الجزيرة العربية، في مكان من الجنوب. قد كان هناك قوم يسكنون جنوب الجزيرة العربية اسمهم قوم عاد. أحاطت بهم الخيرات وأنعم الله عليهم نعما كثيرة، لكنهم من شدة جهلهم نسوا أن الله هو المنعم وكفروا بالله، واتخذوا أيضا أصناما مثل قوم نوح، أصناما لا تستحق أن تعبد، لكنهم عبدوها، صنعوها بأيديهم وعبدوها، وصار القوي منهم يذل الضعيف، وصار الكبير يبطش بالصغير، وانتشرت الفوضى وانتشر الظلم. ومن رحمة الله أيضا كما أرسل نوحا إلى قومه، أرسل إلى عاد رجلا صالحا عاقلا كريم الخلق اسمه هود. دعاهم هذا النبي الكريم إلى أن يعبدوا خالق الكون، وإلى أن يحترم كل منهم الآخر، لا يظلم ولا يبطش ولا يترك الاستعانة بالعقل الراجح والتفكير السليم. أوحى الله إلى هود أنه رسول، فقام ودعا وأنذر قومه، لم يتردد بأن ينفذ أوامر الله. نهاهم عن عبادة الأحزاب، وبين لهم أن عملهم لا يدل على عقل ولا على إدراك ولا على تفكير، لكنهم أجابوا بقلوب متحجرة: أتريد منا يا هود أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ أتريد منا أن نعبد الله وحده من غير أن نشرك به؟ لم نتعود هذا، اتركنا يا هود، إن الله يعرفنا أننا قد صنعنا الأصنام، وهو لن يغضب منا ولن يأخذنا إلى النار التي تهددنا بها، وما أنت إلا مجنون وسفيه وصائح، وإن نظنك إلا كاذبا، فمن أنت حتى تكون رسولا نبيا؟ نراك تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب. هكذا كان جوابهم أيها الأحبة. فماذا كان رد نبيهم هود عليه الصلاة والسلام؟ لقد قال لهم: لست كاذبا ولست بمجنون، وليس الغريب أن يرسلني الله نبيا في قومي، فللغريب أن يترككم دون رسول ولا نبي. ألا تعرفونني من صغري؟ عشت بينكم لا أكذب ولا أقول إلا الصدق، ولم يبدو علي الجنون يوما من الأيام، هل شاهدتم في طيفا؟ على كل حال أنا لست يائسا من إيمانكم، سأدعوكم مهما قلتم عني. وتابع هود عليه الصلاة والسلام دعوته لقومه إلى أن يفكروا بعقولهم وأن يستمعوا إلى نصيحته، ولكنهم في النهاية رفضوا وأبوا، ولم يؤمن معه إلا القليل القليل، صبر على أذاه، ولقد آذوه كثيرا. والرسول يصبر، وكلنا نصبر إذا دعونا إلى الله. وازداد القوم ضلالا، ولما رأى هود منهم هذا العناد وهذا الكفر، أنذرهم بعذاب من السماء، فلم يرعوا، بل فرحوا عندما رأوا بوادر هذا العذاب، رأوا سحابة سوداء في السماء، فصاحوا مستبشرين وقالوا: إنها سحابة مطر، المطر المطر.
هيا لحراسة الحقول فسينزل المطر. لكن هودا عليه السلام بين لهم أن هذا السحاب هو العذاب الأليم، لأنهم لم يسمعوا كلام الحق، سخروا منه وضحكوا، وغضبت السماء، وبدأت الريح تحمل رمال الصحراء، وأسرعت الريح في سيرها أكثر مما يتوقع الإنسان، وظلت 7 ليال و8 أيام متتالية. الخوف يحيط بكل القوم، والفزع يملأ قلوبهم. هربوا بسرعة إلى بيوتهم، ظن منهم أن النجاة إذا اختبأوا في بيوتهم، لكن البلاء والعذاب كان شاملا حتى للبيوت، فقد قلبت البيوت رأسا على عقب، فقد خربت البيوت ومحت من الوجود كل أثر للكفار من أجسامهم وعقولهم التي لم تقبل طريق الصراط المستقيم. نظر إليهم هود عليه السلام، نظر إليهم بعد أن نالوا عقوبة السماء، وقال: إني توكلت على الله ربي وربكم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ونجا هود، وانتهت صفحة الكافرين من قومه، وانتصر الحق في النهاية، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.